هاي توماس. هاي أشلي. توماس هو فين جوني؟ أنا من الصبح ما شفتوش. جوني يا ستي بيدور على فتاة أحلامه. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا هقولك، جوني بقاله يومين حاسس إن هو وحيد وعب حميد وعايز حنان وكلام غريب قوي كده. على فكرة أنا ما استفدتش أي حاجة من الكلام الغريب ده، فين جوني؟ مش عارف، أنا سبته بقالي ساعتين في القرية عمال بيدور، يمكن يلاقي حد يحبه ولا حاجة. جوني؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل لك؟ آه من اللي حصل لي، آه. طب إيه اللي بالك؟ حبيت واتبليت. لا ما تقولش إنك لقيتها. هي هي هي. طب احكي لنا، احكي لنا على كل حاجة، شفتها فين وإزاي وبس. جيت على هنا وسبت قلبي هناك. واو تحفة، اميزنج. ايه ده؟ ايه اللي بلغك ده يا سي جوني؟ لا انا لسه احكي لهم القصة حالا، يعني ما عنديش استعداد احكي لها تاني من الاول، دي قصة طويلة. قصة طويلة؟ ما تفهمني جرى ايه؟ جوني حب يا ستي ولقى فتاة احلامه هنا في المزاريطة. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. واحنا في ديك الساعة لما سي جوني يتجوز واحدة من عندنا في البلد. ايه القلش ده؟ مين جاب سيرة الجواز؟ أنا لسه شايفها حالا، أجوز إيه؟ لسه لا عرفنا بعض ولا مسكت إيديها ولا خرجنا مع بعض ولا جرينا ورا بعض في الغيطان. تخرج مع مين وتجري ورا مين؟ الكلام ده عنديكم في أمريكا هناك، إنما هنا جواز على طول. فاكس موت. هي دي الأصول يا سي جوني، والأصول ما تزعلش إلا بالحق. مين سعدت الحظ دي؟ إيه سعدت؟ إحنا في برنامج عادية، واحدة شفتها وعجبتني بس زي القمر. طب ساكنة فين؟ يعني مكان مش فاكر بالظبط، هو في روف هي كابتونشر وتحت فيه ايجيبشن بيتس، بطه وهزه ومعزه صغيره وهامستر. طب اعرف لي هي ساكنه فين وبت مين وانا اروح اخطبها لك على طول. برضو هتب. الناس دي بتفهم ازاي ولا هم مجانين؟ استعدني بلاش، بس ما تلومنيش اني حاولت. مش حاجه اسمها ضمانات، مش ده كلامك ليا؟ كلام انا قلته علشان ترجع لشغلك وتهتم بيه، مش عشان تخرب بيتي. اتفضل. No way اتجوز بالطريقة دي يا معلم. No way. طب خلاص فكك بقى من الموضوع ده خالص. ما اقدرش. انت شفت شكلها عامل ازاي؟ تخبل. عارف جمال الشرق؟ عارف لوح المستشرقين؟ البنات اللي هي عاملة كده وكده وفي عنب مدلدل بس خلاص، ما دام في عنب يبقى تخش عليها على طول. انت عاوز تهجم عليها؟ انت حيوان؟ انا بقولك حب ابني مش حاجة جسدية يعني. لا جوني انت فهمتني غلط، انا قصدي ان انت تستناها لغاية لما تنزل من بيتها، تروح تكلمها وتقول لها انك عايز تصاحبها. يا سلام، عايزني اثبت البنت وهي نازله قدام القهوه اللي مليانه رجاله بشنبات، اقل واحد شال ار بي جي، واقول لها هاي بيبي ليتس جو سموير. ايه ده؟ انت عارف هيحصل فيها ايه؟ هتقطع. الناس دي لا يفرق معاها عمده ولا 911 ولا اف بي اي. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف، بس انا نو واي اتجوز بالطريقه دي، ده قرار. بقول لك ايه، سنه الحته دي حلوه قوي قوي قوي. Oh my God. آسف، بحبك، تجوزيني. للإعتذار اخبطي دماغك في الحلم. أوه أنا جاتلي حتة دين فكرة جامدة جدي. طلعت وشافتها هتتوهم جامد جدي. وش يا معلم؟ بس ايه ده؟ احنا نفضل واقفين كده وخلاص؟ هتطلع امتى؟ طب ما هي محتاجه حاجه عشان تطلعها. ما فكرناش في الحكايه دي. هي عايزه موتيفيشن فعلا. جات لي فكره. بص، في كل الافلام والمسلسلات وحتى الكرتون دايما الحبيب لو عايز يطلع حبيبته يقوم رامي زلطه. بتطلع هي، عمره ما طلع الاب ولا الام. نايس ايديا. امسك كده يلا.
رطوبة. يا نهار اسود يا سيدي، مين بره؟ مين ده؟ مش عارف، بس واحد صوته تخين وشكله هلك وهيطلع يموتنا. مين بره؟ ايدي شايفك يا ابن الفلطوس، انت الشحطه بتحد في زلط وطوب، كان خابط منك لوم. بس يا ستي قمت رامي طوبه، قام اتكسر الازاز وزار خبطت حد جوه بالغلط، سمعنا صويت، ده طبعا اعصابه ثابت، قام طير البالونات شويه، قام فاتح الباب، راجل شبه السيد قشطه قاعد يشتم ويزعق فينا، طلعنا نجري. طب احمد رامبيرا بقى ان مفيش حد شافنا. الحمد لله ان جت عشتيبه اصلا، ده كان ممكن يمسكنا ضربنا، ده شكله شرس جدا. وده مين ده اللي استجرى وشتمك يا جوني بيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، شوف سنه قد ايه وودنه عامله زي الساتلايت. لا صح، يعني مين ده اللي طول لسانه عليك؟ ده ابو البنت اللي بيحبها جوني. ايه بيحبها؟ صلاة النبي يا صلاة النبي، والله كبرت وبقيت تحبها يا سجلي وعايز تتجوز. برضو اتجوز انا؟ مين جاب سيرة الجواز اصلا؟ مش بتحبها؟ ايوه. يبقى لازم تتجوزها. لا مش لازم، عشان بحبها يبقى لازم اتجوزها، في لازم اعمل حاجات كتير قوي قبل الجواز. انا خابر، مش قصدك يعني الشوار والعفش والفخار واللزمات دي كلتها؟ انا عارف. ولا انت عارف، انت في البلاله. طب هي مين دي اللي عليها العين والنية؟ عليها العين واللية؟ لا هي كانت معلهاش حاجة خالص، هي كانت واقفة بتنشر ألبسة. لا قصدي يعني هي بنت مين في البلد؟ أنا مش عارف هي بنت مين بالظبط، بس عارف المكان اللي ساكنة فيه بالشبه. عارف القهوة؟ بعد القهوة بشارعين يمين في راجل فرارخي اللي هو بيذبح الفرخات ويعمل لهم واكس. بيت بابه اخضر كده؟ جرين اكزاكتلي. اي 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 اي، ده بيت عباس البحطيطي. ايه ده؟ انت تعرفه؟ راجل غلبان كده، عنده جراطين بيقلع فيهم. ايه ده؟ ما بيقلعش في بيته ليه؟ لا بيقلع يعني يزرع ويقلع فيهم يعني. بص امزجه. بس ده راجل يا حفيظ يا رب، سلام قولا من رب رحيم. ملبوس؟ لا عينه تفلق الحجر، وتلاقي البت دي اللي بتنشر الحاجات دي بته. طب اسمها ايه؟ اسمها مش استنى، اي صبحه. الله سامع صبحه فريش. طب اقول لك ايه، عايزين نعمل حاجه عملي. نعمل ايه بقى؟ تعمل الوصول يا سجوني، تخش البيت من بابه. أبوها لو خد خبر باللي بيحصل ده هتبقى واجعة مطين الطين، هتبقى مربربة. خلاص هي مربربة واحدة، أنا فهمت. الظاهر يا جماعة مفيش حل غير كده، أخش البيت من بابه. إيه؟ أنت اتجننت؟ جوني أنت لسه حتى ما اتكلمتش معاها. سوات يا جماعة، يعني بالعقل كده، البنت بنت أصول محشومة، عليها العين واللية، خلاص. بصوا يا جماعة، أنا قررت، أنا بحبها وهتجوزها. الجوازة دي على جثتي، عاوز مني إيه جوني دي؟ عاوز يقرفني وخلاص. ليه بس يا كبير؟ ده جوني عايز يتجوز على سنة الله ورسوله. يعني هو ما لقاش غير بنت عباس البحطيطي عشان يتجوزها؟ ومالها بنت عباس البحطيطي؟ مالهاش البنت، أنا بتكلم على أبوها، راجل بلط وعينه قد كده وبحطيطي. وهو هيتجوز الراجل ولا هيتجوز بنته؟ هو هيتجوز البنت، أنا هلبس الراجل. يقعد يتنطط لي كل يوم ويجي هنا في جرابيزي في الدوار، ويقعد يبحلق لي في اللي طالع واللي داخل، احنا ناقصه فقر. معلش يا كبير، نستحمل ابوها شوي، وبدام البت ما يعبهاش حاجه والواد ريدها يبقى خلاص. وين مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تروح معاه تخطبها من ابوها. مالياش صالح بالموضوع ده، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخور على نفوخه. واه يعني ايه يا كبير؟ ما هتروحش معاه؟ مش اصول دي، الناس هيقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. تعزيني يا بنت اروح لهناك يشوفني يخبطني عينه يرجع لك على النقاله. بعد شر عليك يا كبير. بعد شر علي ايه؟ تناسي الواد امجد راح اشترى بهيمه جديده، عدى قدام البحطيطي، عدى بس راح يدخلها الزريبه، قامت رفضت جبالي كسر في الحوض. ما هو لازم تروح يا كبير، يعني هو يروح. مش رايح يعني مش رايح، فقوسه وقطمها جحش. ماشي يا كبير،
طب اقول لك احنا نسيبه جوني يروح يتفق مع ابوها ووقت الخطوبه يبقى يحلها الف حلال. اعملوا اللي لد عليكم. هو ده البيت اللي قلت لي عليه؟ امال بخبط عليه ليه يا عم جابو؟ بروش. اسمع يا سجوني، عايزك لما ندخل جوه تقعد وتنجعص، ومش اي حاجة يقولها الراجل ابو البيت توافق عليها، لا لازم نتحجر معاه عشان ما يحسبكش يعني طري طري طري. عم جابو احنا لسه ما دخلناش جوه اهو، وانا ريلي ريلي ندمان اني جبتك. وبعدين ايه اللي انت شايله معاك ده؟ صباطة موز، يعني كنا هناجي وندخل على الراجل بايدينا فاضية ولا ايه؟ موز يا عم جابو، موز واحنا داخلين نخلص في النسناس. كنت جبت شوكولاتة، جبت ورد، اللي لقيته. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه ايوه متخبط. ايوه ايه حضرة جناب العمدة، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. جود مورنينج. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا، تفضل يا عم جابر، تفضل. اهلا وسهلا، اهلا 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 وسهلا يا خضر سعيد. من هنا يا باشا، تفضل تفضل حضرة العمدة، تفضل يا عم جابر. اهلا وسهلا، منورين الدنيا، اهلا وسهلا. تفضل 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 يا دي النور يا دي النور. تفضل اخوي تعال. والله ما كان لزوم التعب يا عم جابر. كله فضل خيرك يا عم عباس. شويه موز حلوين قوي، اكيد دول من الجنينه بتاعت حضره جناب العمده. حتما كنت معدي امبارح على الدسر وبصيت على الجنينه، لقيت الموز هناك كتير قوي وطعمه زي الفل، حاجه تفرح. لا دول من عند خميس الفكهاني، وجبنا 5 كيلو ودفعنا في الكيلو 5 جنيه. ايه ده بجد؟ ايه الصدفه الخماسيه العجيبه دي؟ كلك واجب يا عم جابر، شرفتونا وكترتونا وفرحتونا. ثانكس مان. شوف يا عباس، احنا جايين النهاردة عشان نطلب يد بنتك لجناب العمدة جوني بيه. حضرة العمدة هيتجوز بنتي؟ انت قفشت ليه؟ ايه اللي قلناه غلط؟ وعرفتها منين؟ لا دي حدوتة اشعر، انا كنت ماشي قمت شايفها. قصده يقول يعني انه سأل عنها وعرف ان كنتم ولد اصول وناس طيبين، فجال مفيش غير الحج عباس هو اللي نسبوه. قلت ايه؟ ودي عايزه كلام؟ احنا في ديك الساعه ما الناس بالعمده ده شرف لينا. يبقى على البركه. الف مبروك يا جوني بيه، الف مبروك. ايه ده هو كده دن؟ امال ايه؟ افرح بقى؟ ايه؟ يس. نتفقوا بقى على مصاريف الجواز. لا واحده واحده يا عم جابر، نشرب الشربات والحاجه تيجي من بره ونتفقوا. منوري حضره العمده. بنورك. اهلا 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 وسهلا. بسم الله ما شاء الله، ادب ايه واخلاق ايه؟ هو مين فيهم الحجه ومين فيهم العروسه؟ ربنا يبارك فيك يا عم جابر، الحجه جت اهي، نتفق بقى. طلعت الحجه. شوف يا حضره العمده، احنا ناس ما طمعينش، احنا هناخد 50,000 جنيه مهر. 50,000 جنيه يا عباس؟ ايه 50,000 جنيه دي؟ ليه؟ لا كتير، ما احنا هنساعد في الجهاز. خلاص يا عم جابو خلاص، انا موافق. عذبرك الشقة ودهاناتها على العريس، اوضه النوم والسفرة والصالون على العريس، النجف والسجاد والمكت على العريس. ايوه 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 الاجهزه الكهربائيه، حاجات بسيطه يعني، الثلاجه الغساله البوتاجاز الديفيتي الديش على العريس. ايه ايه يا عباس كتير قوي كده، امال انتوا هتجيبوا ايه؟ هنجيب الشوك، المعالق، الكبابي، الحلل، المساحات، الدرادل، الفوط، الملايات، كل الحاجات دي احنا هنجيبها. وبعدين يعني يا باشا بسم الله ما شاء الله الكبير قوي، فات لك حاجات كتيرة شوي وشويات. فات له 55,000 جنيه وخمس شهادات استثمار. يا عم جابو انت مش ملاحظ ان في تريب بينك وبين نمرة 5؟ بص يا معلم، كل الهري اللي انت هريته ده انا معاك فيه، اوكي، بس عايزين نخلص الموضوع في 5 دقايق. ايه الشبكة بقى؟ عايزين 6 فرد غوايش وتعبان وبنطل طيف دهب بندقي. الغوايش انا عارفها، والتعبان شفته هنا مرتين، مرة في الغيط كان بيجري ورايا، ومرة هدية كانت لابسها دهب. بس البرطرطيش الفوزدق ده ايه بالظبط؟ مرهم؟ لا
ده عند السايق وما تقلقش، احنا هنيجي معاك ونشاور لك على الحاجات اللي احنا عايزين. ايه لو عند السايق يبقى اوكي، الا هو الكبير ما جاش معاكم ليه؟ ده وحشنا والله. مشغول تعرف مشاغل الحياة و... خلاص على بركة الله، احنا بكرة ان شاء الله هنتغدى عندكم ونحدد ميعاد الخطوبة ونسلم عليه بالمرة. زغرتم ما انت ما كانش لازم انت تطوعهم يا سجوني، ده الراجل ابوها كان كل ما يطلب منك حاجة كنت بتوافق على طول. ايه المشكلة؟ الا مشكلة؟ لا مشكلة، اكديه هتطمعهم فينا، هيفتكروا انك انت طري طري. انا مش فاهم ايه حكاية طري طري اللي انت ماسكها لي دي، ايه دخل الطراوة فاني وافق ولا ما فقش؟ ما هم اكديه هيركبونا ويشيلوك كل حاجة وهم مش هيحطوا يدهم في جيوبهم، انا خابر الناس دي زين. احترم نفسك يا جابر، الناس دول قريبيني وشوية قدام هيبقوا نسايبيني. واتش يور ماوث. ايه مالكم بتزعقوا ليه؟ الحقينا يا ست هدية. عملتوا ايه هناك؟ الباشا رايح اتفق على الجهاز، قوم لبسوه العفش كله وكل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ هو بيحب يفتي، هو فتاي وانت عارفة انه فتاي. فتيت؟ عشان اتكلمت الاول تبقى فتيت؟ طبعا الكلام ده فاضي، وانا عبيط؟ يعني انا شلت شوية حاجات هم شلوا شوية حاجات، العادي يعني. ايوه، وهم عليهم القباب والشوك والملاعق وجرس الباب والخلة، الحاجات الهايفة دي، واحنا هنشيلوا العفش والادوات الكهربائيه والمطبخ والسجاجيد، ده غير ان احنا هندفع لهم 50,000 جنيه مهر. انتوا مين اللي هتدفعوا لهم؟ انت ليه حشر نفسك معانا؟ انا اللي هدفع يا اخي. يعني عاوزه يشوفك بيضحك عليك ويسكت؟ زيتي زيتي على زيتو، زيتي على زيتو. انت كنت معانا اساسا عشان تتكلمي؟ ايه الفتي ده يا سجون؟ الحاجات دي ليها اصول، امال هم واخدين مهر ليه؟ ما انا معرفش ليه، انا مش هقعد بقى اركز في الخطط اللي قبل الجواز دي، انا ما فهمش في الكلام ده، يعني قايمه ونايمه ومين يدفع ايه ومين ياخد، ما ماليش في الكلام ده، انا عايز البنت هتجوزها خلصنا. ما انت كده كده هتتجوزها، هم يطولوا بنتهم تتجوز العمده بس بالعقل. طيب هريتي خلصتي هري؟ خلصت الهري بتاعك ده، حطيه بجمله صغيره قد كده وقوليها لي، انا اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انا والكبير هنروح نتكلم معاهم في الموضوع ده، وهم ما هيردوش للكبير كلمه. ريحي نفسك يا ست هديه، هم جايين بكره يتغدوا معانا وعشان يتفقوا كمان على ميعاد الخطوبه. زين، جمله قضاهم. او ماي جاد، هتموتهم. ناس مين اللي عايزين يقعد معاهم دول يا بنت؟ ما قلت لك الراجل ده تبت هاي البدله انك في الجراده. ها الواد راح للنهارده، بكره يجي نطلنا في الدوار. معلش يا كبير، الموضوع دخل في الجد وهم داخلين على اخوك بالحنجل والمنجل، واخوك مسلم لهم على الاخر. مسلم لهم كيف يعني؟ كل ما يقولوا على اي حاجه يهز راسه كيف لهبل. دول عاوزين مهر 50,000 جنيه. وهو وافق على الكلام ده؟ وافق، ده فرحان كمان. يا ابن العبيطه، انا قايل من الاول الجوازه دي ما عايز نهاسي، دي جوازه مقندله. معلش يا كبير، اخوك جوني مصمم، وهم لما يجوا بكره ان شاء الله تقعد معاهم عشان ما هيقدروش يعرضوك في اي حاجه. هدي الراجل ابوها ده عينه قفشه قد كده، بصراحه كده انا بخاف منيه. ايه يا كبير، انت بتصدق في الحاجات دي برضك؟ وبعدين هي نص ساعه هتقعد معاهم عشان نخلصوا، ما هيحصلش حاجه يعني. ماشي، بس انا برضك قلبي ما مطمن شيء. اهلا وسهلا، نورتوا المطرح، ده احنا شقتنا البركه والله. نور باصحابه والله، الا هو الكبير ما اندلش لحد دلوقتي. ليه؟ زمانه حيندل، انا قلت له ان انتوا جيتوا وهو قام يجهز عشان يندل. بجد انا مبسوط قوي ان احنا اخيرا بقينا قاعدين جنب بعض وهنتكلم بسرعه قبل ما الكبير ينزل. عايزين نتكلم في اي حاجه يعني، اديني تفاصيل عنك، اديني يعني بتحبي افلام ايه، مزيكه ايه؟ يعني انا مثلا بحب بريف هارت، بحب امينيم، بحب 50 سنت. انت ما بتتكلميش ليه؟ خجوله؟ خجوله خجوله، اي لاف ات. يعني بجد بقت عمله نادره، يعني انت بالنسبه للبنات بقيتي زي النمر الابيض، يعني حاجه مثلا نادره قوي. يعني البنات كلها دلوقتي رايحه لسكه التوم بوي، هي مان ايه مصاحب ولا ايه؟ انت موز موت والحاجات دي. يعني بجد انا، لا انت خجوله بزياده كده، مش هينفع. يعني انت صاحيه؟ Thank God. اهو الكبير جه. ها يا مرحب يا مرحب يا كبير، متدلق برتعك في الجبل.
عباس. يا مرحب يا مرحب يا كبير، تعال زارة تونس بيك. لا اقعد جنب مرتي. من غير يمين لا تيجي زارة تونس بيك. معلش يا كبير، الراجل ضيفك، تابعه وما تكسفهوش. يا اهلا يا اهلا يا كبير. اهلا يا عباس، بقالي كتير ما شفتك. شي مشاغل مشاغل. ايوه كان الله في عونك، حتلاقيها من ايه، الارض ولا الزرع ولا البيبر. خلاص يا عباس خلاص يا عباس، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كبير. ناويين ميت ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله نقوله خير البر عاجله، نقروا الفتحه ونلبسوا الدبل الخميس الجاي ان شاء الله. النهارده الثلاثاء يا عباس، يعني بعد بكره بدري كده. لا مش بدري على فكره. انا موافق. يبقى نقوله مبروك. الله يبارك فيك. بس يا كبير عين عليك، برد اليومين دول، صحتك زينة، وشك حيبق منه الدم بقيت. بحس بفرح وانا بعد الشر عليك. مي بيت مي. ألف سلامة عليك. ألف اشرب دي. اتفضلوا يا جماعة اشربوا الشوربة قبل ما تبرد. والله ما لزوم الكلفة ديت، وحش شايل الصينية، كل دواك. أبوكي شكله عينه جامدة جدي. أنتي بتعرفي تلعبي بيلو فايت؟ والله ماني متدلي يا كبير. ما هينفعش كده والله أبدا. والنبي يا كبير عشان نخلص من الشغلانة دي. أنت ما شفتيش اللي حصل؟ أنا قلبي كان حيوق، وعم جابر ادالك فوق يجي 18 طبق شربة لما سلقوه. معلش يا كبير، دول هم نص ساعة بس عشان خاطري. نيفر. عشان خاطري يا كبير، يعني اقعد معاهم لحالي؟ يا وليه بقول لك بخاف مني، بخاف. ماشي يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. منورين والله. ايوه ده البخور ده يمنع عنيهم العين. عاوزين نخلص من موضوع الجوازة دي قوام قوام عشان نفرحه بإذن الله. بس العمدة يشد حيله. تعا يا جون، تعا قعد هنا عشان نتكلموا في شوية تفاصيل عشان نعرف احنا هنجيبوا ايه بالظبط. ما احنا تكلمنا مبارح وكل حاجة تمام الحمد لله، مش كده يا جناب العمدة؟ يعني تقدر تقول لها معلاش نتكلموا تاني. هنتكلم ونقولوا ايه بكل حاجة مظبوطة. هنقول الأصول يا حج عباس. وهي الأصول بتزعل؟ لا ما بتزعلش، بس أصلاً يعني ما فهمش. أنا فهمك يا حج عباس. الأصول بتقول إن أوضة النوم وأوضة تانية على العروسة وباقي الأوض على العريس. بس ده كتير، وأنا راجل عدم رقيق على قد حالي، وسجوني حاجة كده جامدة، قيمة ومركز وعز وهيلمار. حاسب يا سجوني. إيه هيحدثني بحاجة؟ حاسب وخلاص. شوف يا حج عباس، احنا كده كده هنديكم مهر 15,000 جنيه. 15 ايه؟ يعني ايه يا جناب العمده دي؟ يعني اكلمها هي. جرى ايه يا حج عباس؟ هو 15,000 جنيه قليلين ولا ايه؟ قليلين، ما يجيبوش حاجه، حاجه العرسه مولعه نار. خلاص خليهم 20,000 جنيه، قلت ايه؟ لا هزيهم شويه. ما تحترم نفسك، ايه هزيهم شويه؟ مرت اخويا. ما يقصدش الهزة دي، يقصد حاجة تانية. أوكي. هم 20,000 جنيه. اللي تشوفيهم يا ستة هدية. زين، نجي عاد للأجهزة الكهربائية. بتقولي إيه يا خالتي؟ علي حسك شوية، ما فيش حد غريب. ما غريبة للشيطان يا حبيبتي. إيه ده؟ صدق منين؟ أنا كنت بقول الأصول، والأصول بتقول إن أي حاجة فيها فيشة بتحط في الكهرباء تبقى على عريس. ده يعني ايه فيشة تحط في الكهرباء بعد سيم؟ قصدها يعني الأجهزة الكهربائية. ما تقول الأجهزة الكهربائية. استنى بس يا جوني، والأصل برضك بتقول إن الستاير على العروسة، والقطن والنجيد على العروسة، والمفارش والصيني على العروسة، والصحي. لا لا، الصحي على العريس. طب حضرتك حزقت قوي في الصحي ليه؟ يعني اشمعنى هو غالي قوي؟ ايه الصحي أصلا؟ البانيو. عارفين يا حج عباس اللي علينا؟ والشوار على العريس. ما تضيقش يا حاجة بقى، يعني ما السشوار هيطلع بكام؟ 300 جنيه يعني؟ هجيب لك انا السشوار. مش ده الشوار، الشوار غير الشوار. هو ايه الشوار؟ انجز. الشوار ده يعني خلقات العروسة. لا دول اجيبهم انا بقى. انا اجيبهم. وكل اوضة بنجفها وسجادها وقبلكها وبلازمتها. ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجة، اللي بنقوله ده هو الصح بعينه. قلت ايه؟ هقول ايه يعني؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ أنت وش كده وافقت؟ الناس الكمل اللي زي حضراتكم إحنا نودي لهم العروسة لغاية عنديهم. خلاص يبقى نقروا الفتحة قبل أي كلام. ماشي نقروا الفتحة دلوقتي ويوم الخميس نلبس الدبل على خيرة الله. بس إحنا هنقروا الفتحة من غير الكبير ما يكون موجود. أصل الكبير بطنه طقللت فتعب شوية قام يريح. طقللت؟ ده كان قاعد جنبي زي الحصان. صدقهم الكبير كلتنا ما نجيش ربع صحته. عن إذنكم أنا طالعة أطمن على الكبير. سؤال بس، يعني هي العروسة صوتها زي مامتها ولا ميوت؟ بنت بيوت. أنتوا في اللالة خلاص. أهلاً 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 حاج إبراهيم شلبي صاحبي حبيبي. أهلاً مستهل جايبينك فضية هيمة. أهلاً أهلاً حاج سعفان، حاج سعفان وأولاده عندي خمس صغير ملك. أهلاً وسهلاً حبيبي. أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً حبيبي. أهلاً أهلاً يا مرحب يا مرحب. واتساب. بقول لك سؤال. ايه؟ هو ليه بيدخلوا الرجاله من هنا والستات من هنا طالما في الاخر بيتقابلوا ويلزقوا في بعض عند الباب ليه؟ سلب بلدك دي. طب بقول لك فين صبحه؟ صبحه فوق مع الحريمات. طب ولسه في قرايب تانيين جايين؟ عمها وبنت عمها. طب ما تفكك فكك بقى عشان نطلع نلبس الدبل عشان عايز اشوفها. ايه؟ تشوفها؟ صبحه. ما عنديش بنت تطلع على رجل ولا رجل يطلع عليها الا بعد كتب الكتاب والدخله. انت راجل اوفر قوي، يعني مش هشوفها يوم فرحي؟ لا ما هتشوفهاش. انا طول عمري كان عندي احلام نفسي اعملها، يعني نفسي كنت اجيب الشوكه كده احط عليها التورته وقال يعني هنبوس بعض نقوم واكلنا في اخر لحظه، عارف الحركه دي؟ والشربات نشرب بعض عكس عكاس ونعرض صورها في فيديو لطيف كده وهي صغيره على غنوه يا بنت الايه ونعمل كل السخافات دي. لا ما هتعملش كده لان احنا رداله رداله. وانت مش من البلد دي ولا سجني؟ لا 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 حبيبي حبيبي جايبينك فضيه انت رخص. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. صحتك جامده؟ ايه ده كل ده سواك؟ او ماي جاد. يا جوني الف مبروك يا عريس. كونجراتوليشنز مان. انت لسه عارف النهارده فرحي؟ ايه الاداء المبالغ فيه ده؟ والله يا سيدوني الليله دي ليله فرح. بس يا جماعه بس يا جماعه بس ما تفرنيش بقى. طب خلاص هو احنا مستنيين ايه اصلا؟ زفت عمها لازم يجي، في ظهر هنا في طقس لازم الناس كلها تكتمل مع بعض. ايوه ده حقيقي. عم العروسه جه. ايه في ايه؟ فاكر البنت اللي قلت لك عليها وعجبت بيها وهي بتنشر الالبسه؟ صبحه مالها؟ طلعت مش صبحه. امال ايه بايته ولا ايه؟ السخافه اللي انتوا فيها دي. حلو حلو. ايه يا تافه؟ ايوه 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 ايه؟
هي دي البنت اللي انا معجب بيها، هي دي اللي عايز اتجوزها. يا اهلا يا اهلا، منور الدنيا كلها يا اخوي. اوه ماي جاد، اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، عايز اتجوزها. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحب يا مرحب يا حريت. اعرفك الاستاذ عبد الرحيم اخويا، مدرس اول لغه عربيه وخط في مدرسه في مصر. الف مبروك يا عمده. الله يبارك في حضرتك. وديت بنته صباح. صباح وبسم الله ما شاء الله، اخوها شبهها قوي. لا مش اخوها، ده جوزها. مش ناوي يطلق؟ اتفضل اتفضلوا، نورتونا نورتونا. يا بختك. مكتوب لك يا عريس هتلبس الدبله. لا هلبس انا، من ناحيه هلبس بس ايه، اديني خمس دقايق يعني، هروح اعمل حاجه مش هقول لك هي ايه، وهرجع البس الدبله والبس الليله والبس اي حاجه عايز تلبسها. طب بالاذن بقى اخويا، بتوحشنا كتير اشوفه. يا اهلا يا اهلا يا مرحب. سو ويرد توماس. انا عايز، انا قلت توماس بس ايه، عايز اقلع. تخلع؟ لا يا معلم مفيش خلعان، خلاص انت لبست. اولا انت العمده، انت هتلبس دبل كمان خمس دقايق كهارب جو، مفيش خلعان خلاص. اتجوز واحده ما شفتهاش. الله، مش يمكن تطلع حلوه؟ وافرض طلعت وحشه؟ اتجوزها انا. عينك يا حيوان، انت انسان معاقب، تكلمش خالص. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده، مش فوق في هديه واشلي؟ وفي معازيم، وفي ابو العروسه، وفي صوره كبيره لابويا، وفي حاجات كتيره. بتهرف ايه يا سيدي؟ اسمعني لغايه الاخر. احنا ممكن نكلمهم بالتليفون ونعرف. بس انا عندي فكره حلوه قوي. ايه الهري اللي انت قلته ده؟ جاب لي فكره اوريجينال. قول. احنا نكلم هديه على التليفون. ونقول لها لو العروسه طلعت حلوه تدينا رنه، طلعت وحشه تدينا رنتين. طب ده اللي انا قلته على فكره. لا ما انت ما قلتش كده، انت قلت في هديه وفي اشلي فوق، وقفت عند كده. اوكي اوكي، نفذ الفكره بتاعتي. بتاعتك طبعا. انا انا القايله يا سيدي، كلمهم. حاسس انها هتطلع حلوه، وانا احساسي تقريبا كل مره بيطلع صح. شرط شات اب. طمنيني، شفتيها؟ شفتها يا اخويا، شفتها. حلوه؟ حلوه طبعا، مش خلقه ربنا تبقى حلوه؟ كل خلقه ربنا حلوه. مش عارف، كلامك مش مطمني، اوصفيها لي. شكلها عادي يعني، بس مناخيرها مالها؟ كبيره شويتين. كبيره ازاي يعني؟ يا معلم لو على مناخيرها خلاص يتعمل لها عمليه وتصغر وخلاص. صح صح. طب في حاجه تانية كبيره فيها؟ لا ما فيش حاجه تانية كبيره غير شلوفتها اللي فوق، كبيره برضك. هي ايه شلوفه دي؟ شفتها يعني، شفايفها كبيره. طب دي مصلحه، ده احنا بندور على البنات اللي شكلهم كده زي انجلينا جولي. لا مش زي انجلينا جولي، دي كبيره كبيره، عندها عيب خلقي يعني. ربنا يعفي عنها، يعني زي جي زي. طب والشلفوفة اللي تحت ايه؟ الشلوفة ما علينا، عاملة ازاي؟ دي تقريبا مش موجودة خالص. اوه ماي جاد، اللي فوق كبيرة وتحت مفيش، يعني عاملة زي زلومة او سمكة ابو سيف. طب بليز هيت مي، قوليلي باقي الحاجات، قوليلي انا خلاص انا لبست.
عشان أمانة ربنا يعني سنانها اللي فوق مفلقين وطلعين لبرا شوية كده، وعندها جرح بسيط من قرتها من هنا لحد نص وشها كده. شايلة فوشها؟ شايلة فوشها؟ أنا هتجوز واحدة شايلة فوشها؟ أنا لا حول إيه؟ سكارفيس. طب على فكرة بقى ممكن تطلع مثلا روحها حلو. شرب شرب. يلا يا سجوني اطلع هات عروستك عاد عشان نقروا الفتحة. يلا جوني يلا يلا حبيبي. معلش يا سجوني يلا. مش حمام. طب لا مش دلوقتي مش دلوقتي. عايز اشرب مية. يلا بس شاوز. يلا بقى بلاش دلع جوني بقى. يلا يلا. يا كبير الله يبارك فيك يا عباس. العمدة زينة الشباب نازلية مختر كيف عمر السريع. بنتي لا إله إلا الله حتى بنت ما سلمتش مني. لا اله الا الله. اطمن يا حاج اطمن. الدكتور طمني قال لي انا ما فيش حاجه، هو ارتجاج في المخ والحوض ما العظم كله متدشدش وفي ثلاث ضلوع لحد دلوقتي مش عارفين هما فين يعني. اطمن ان شاء الله. بص احنا مش مستعجلين على حاجه، تاخد وقتها في العلاج زي ما تاخد، واي تكاليف انا يعني تحت امرك. بالمره ممكن احلل حجم الاملاح تعب ركبي. زيت زيت يا معلم في المستشفى معاه، اقعدوا زي ما انتم عايزين. طب بالإذن يا سجوني الحق اروح المستشفى، حكم العربات الألمانية ديت سريعة قوي قوي. بنتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يس مالك يا جابر قاعد كيف المركبة غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة قام قال لي لازم أرقد في السرير سبوع. عاوز تاخد أجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا رجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر تلات حاجات مع كلهم مش واصل، السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر عم جابر عم جابر خير يا دكتور طمني. انا اديته حقنه هتنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجه؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد فعملت له حاله هلوسه نادره بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهياله انه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في واسلاماه وعمال يقول انت فين يا جهاد انت فين يا جهاد، وما سكتش لما قلت له
أنا هنا يا سلامة، أنا هنا يا سلامة. أيوة 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 أيوة، ده نفس المرض اللي جه للست شادية في فيلم عفريت مراتي. لا، ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليلة القبض على فاطنة. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغاية ما يخف، بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبة والله أعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو هيروق متى؟ يا عالم يا وجع مربربة، أنا مرضيتش أكلم البوليس، بس أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجة. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزل معاه جامد كده يا كبير، ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد، خلاص عاد يا هدية، ربنا واحد عالم باللي فيه. يبقى شخص ثاني كيف يعني؟ عم جابر، جابو، انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر، او ماي جاد، حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ فيها ايه؟ انجليز متنطرين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت مدريتش باللي حصل؟ لا بقى هتروش وتقولي حصل وطحينة وطحينة من النوم وجو التمانينات داخلها. فتحوا الكوبري على ام زهرة. فتحوا الكوبري على ام زهرة؟ طب وزهرة رياكشنها ايه؟ يا ولدي بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهرة. التلاميذ؟ اوكي، قول من الاول. اوكي، يبقى احنا لازم نتحرك بسرعة. طبعا لازم نتحرك بسرعة، يلا. مش كده اسرع، يلا. يا ولدي مش كده، انا عايز اريحك. لازم نتحرك بسرعة ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد، هدية الحقيقي خير؟ عم جابو ساحت منه على الاخر، وفي ايه بالظبط؟ معيش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف، دقته رحمة، من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلاش، سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهارده. وماله نوزعوها؟ ما نوزعوهاش ليه؟ كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها. عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله، مدي يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مدي يدك. الله، الوطن، الثروة. Whatever. بس يا دي كفاية، بس يا دي كفاية صداع. كفاية كفاية، خرب بيتك. كخ يا كخ، كخك ده، ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح، دي كوكو. كوكو عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا هدية. من عيني كوكو دي. لا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي. دي كوكو الكبير يعني. كوكو دي مالك صالح بيه. كوكو دي حرام يا كبير، اديها له يا ما دي زي دي يا. كوكو دي. اها اها، كل دي ماما. اتجننت؟ بيوكلك يا كبير، بيوكلك. اتشكر يا حبيبي، باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر، يلا كل. شطورة، شايف كيف؟ احسن اخواتك. جامد. بالراحة يا كبير، انت هتعمل عقلك بعقله، هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير، الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير، ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي، خلاص حقك عليا.
خلاص عاد الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين. عفش. زين. الكبير عفش. شوفينك حل فيه الطفعيه يا اما تاخذ الوك. يلا كل مام اقول لك غني له يا كبير غني له. غني له ايه يا هتير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المم يا روحي يلا جايبه لك نم. كل واكبر لي يا روحي يلا هم المم. هم المم مبسوط يا حبيبي. جس القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت بالغضب وجاي عشان تدمر المدينة. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوة يا كبير. ها ايه الاخبار النهاردة؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هياجي عشان ياخده يديله الحقنة؟ انا عارف عوق ليه الواد ده، بعدت له من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي اشرب القهوة وديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير؟ ده اديله اسبوع على الحال ده، هو هيفضل كده على طول ولا ايه؟ تفي من بقك يا ولية، يفضل كده على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك، روق دمك واشرب قهوتك وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيله من قدامي يا هدية. ماشي. شيله من قدامي. ماشي. تعال يا مازنجر، تعال يا حبيبي، تعال مليك الصالح بابو الغضب. أقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ، تعال. هيا بنا. بلا ماخدة يا كبير، بلا ماخدة، بلا ماخدة يا كبير، أمر جنابك. تأخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله أول ما جنابك بعت لي أنا جيت طوالي. طب شوف هتتنيل تعمل ايه مع جابر ده؟ امن جنابك مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر خابر مدام افروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بس هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا نونسوا بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه مليئ. دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. ايه الملتحم الجبار. ايه دش الكوكب العربيجي. دش اشرف اشرف. في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه اديني رايح اهو. طب يلا روح هم بسرعه الكبير هيستعوجنا وهيطين عيشتنا. هو عامل ايه بيقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق. مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر عم جابر يا عم جابر يا عم جابر انت زين؟ يعني يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف روح انت على الارض كيف ما قلت لك لحسن الكبير ياخد خبر اوعاك تجيب له سيره بايتها حاجه. ماشي 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 سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش الوجعه كانت قويه شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ادم مخبول انت؟ اهدى انت خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر؟ انا اخر حاجه فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه؟ والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر بقيت كل يوم تصحى لنا بحاله، يوم تعمل لنا عيل صغير ويوم تعمل لنا عم مازنجر. ولا فكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد. انا كنت متخربط الخربطه دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر امنت الله امنت الله. الكبير كان متاثر قوي من اللي حصل لك ده وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي؟ ايه كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل واخر بهدله.
أنا كنت مبهدل الكبير. أيوة أمال إيه، هو كان مستحملك آخر استحمال. بس ألف بركة يا عم جابر إنك رجعت لها بالسلامة. جابر مين يا ولا؟ مين جابر ده؟ هي اشتغلت تاني ولا إيه؟ أمال أنت مين دلوق؟ أنا الكبير قوي. هي حصلت الكبير قوي؟ أنت جنيت؟ إيه اللي بتقوله ده يا كبير؟ أنت نسيت الدكتور قال إيه؟ أنت قلت إيه يا دي أنت ياد؟ ما قلتش حاجة. لا، قلت إني اتجنيت. قلت على نفسي إني اتجنيت. أنا بحب أقول على نفسي إني اتجنيت، ما قدرت أقول عليك حاجة. أنت كبير قوي. طب اجري روح هات لي الصابون بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك أنا يابا. لا يا هدية، أنا بكلمه هو. يلا يا طحش عشان خاطري. غور بتعمل ايه يا ياد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعالى قلعني البلغه ولبسني الصابون. معلش يا كبير، هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور، مش عايز منك حاجه. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. طب يلا غور امشي. تهديه. انا رايح مشوار، رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الليله دي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير؟ حاضر يابا. ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عينيا يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقله ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذللهولنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا اللي ما فهموشي، ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيه ايدينا يمين؟ ما هو كان كل ساعه بحال. ايه اللي جرى له؟ ايه كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. ديك النهار وانا رايح المستوصف مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا دي حلوف، انت ما بتردش السلام ليه؟ رديت. لما ترد بعدك ده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاسك ده؟ قوم فز، انت ما عندكش ربايه. فز قوم. زيك مسكين يا زلمه. بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيوه في سري، انما للصبر حدود. ومالك يا واد لو بوزك كده؟ افردوا افردوا الاسفخ القف افردهولك. تصفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا يا ناقص؟ انا هربيك الفزاع. ايه؟ لا فين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هابطك. هي حصلت. خلاص يا بوي، عشان خاطري سامحه المره دي. ما حدش له صالح، ولدي وبربيه. هو ما هيعملش كده تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل العمر ده الخرفان ده؟ شفتي؟ مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمة؟ يا وجع طينة يا مري. احب على يدك يا كبير، ما تقتلوش. هو ما دريش بيعمل ايه. قلبي قلبي، ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. فزاع، خده على اوضته يا فزاع السعادة. معلش يا كبير، هو ما كبير يا كبير يا كبير يا مرأة.
يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك. تتعبيش نفسك يا هدية. هقتله يعني هقتله. يا كبير ده راجل كبير وعيان ومعرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهمه. يا كبير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيطان ما بيخشش للواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معك حق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بردك هقتله. يا كبير يا كبير ورحمة أبوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، أنا صابر وساكت كل ده عشان أنا السبب في اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك أنت الأخرة. غوري. يا كبير ما كملتلكش الموضوع. بس ساعة منك سالت فات. شوف شوف، أدخل دقيقة أطخ عم جابر وأرجع لك تاني. هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. أنا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسيه الكبير قوي بسبب الوجعة التانية اللي وجعها معايا واحنا رايحين. وجعة تانية؟ لا احكي لي من الاول وعلى رواق. خبر ايه ياد؟ انت جاي تتحجم على ابوك ولا ايه؟ العفو العفو يا ابوي، أنا كنت عاوز أخذ مشورتك في حدوتة صغيرة قدك ده. دلوقتي أنا أعرف راجل مجنون وقع على نفخه عقله رجع له تاني، وعرف إني كنت مستحمله ومستحمل بلاوي وحاطط البلغة في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له، وقام ساق فيها ضربني بالقلم قدام الناس، ضربني أنا بالقلم. قل لي يا أبوي، راجل زي ده أكله كيف؟ فزاع، الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله، الذاكرة رجعت تاني. ها قل لي عاد انت مين؟ انا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. احب على يدك يا كبير، انا كنت بهزر معاك. تهزر معاي تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان غلطان يا كبير، والغلط ركبني من ساس الراسي، بس احب على رجلك. ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش. شوف يا جابر، انا لا هقتلك ولا هقطع عيشك، عشان انا لو قتلتك ابقى حمار. انا هعمل معاك الالعن، انت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير، نفس انقطع. لا شد حيلك يا مزنجة، شد حيلك، لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك ترجع ترجعها تاني. تاني يا كبير؟ أمال عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النهار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر، خدامك يا كبير. وانت شغالك ده عاوزك تغني لي الغنيه اللي بحبها تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي، هم المم، هم المم يا روحي، هم المم، هم المم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي وانت تكفي يا رب. يبقى يا كبير لو جمعنا اسهم شركه الامير للاساتك البني وشركه مين للحلاوه، شوف يبقى توتال في البيان. توتال ايه وبيان ايه؟ وايه الاساتك البني دي؟ انا ما فهمش منك حاجه. ما فهمتش ليه؟ ليه ما فهمتش؟ ده بقى لي ساعه عمال اشرح. تجنيت ياد؟ تعالي حسك عليه. طب ايه قولك عاد انك هتعاود تشرح من الاول؟ من الاول؟ من الاول، يا اما همسكك السلك عريان. حاضر حاضر، بس يا ريت يا كبير تركز معايا. انجز. الكبير قوي الله يرحمه جالنا الشركة من 5 سنين وفتح حساب علشان يشغل فلوسه في البورصة، واشترط ان الحساب ده لازم يكون سري وباسم مستعار، والاسم عاشق السكس. يعني ايه زمزجت معاكو
ما لقيتوش الا الاسم اللي كله ايحاءات ده. لا ما هو حضرتك هو اللي مختاره يعني، وكان عاجبه جدا. العميل اللي بيختار الاسم؟ اه مال مال. الله يكسفك يا ابويا، كمل. الكبير قوي اشترى اسهم في البورصه، وبدات الاسهم دي تزيد سنه ورا سنه لحد ما اتقطعت اخباره من سنه وما عرفناش عنه حاجه، لكن باستعلاماتنا عرفنا ان هو توفي، واحنا جايين النهارده علشان عايزين نعرف اذا كنت عايز تبيع الاسهم دي وتاخد فلوس ولا تستمر معانا في الشغل. فهمت يا كبير؟ ايوه فهمت، فهمت يا خفه. الحمد لله. الاسهم دي عامله كام دلوقتي؟ عامله 6,657,000 جنيه فقط لا غير. 6 مليون جنيه؟ ايوه. بيع يا خال. بس كده هي دي الفلوس؟ لا 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 لا، مش على طول كده يا كبير. ان شاء الله تشرفني في المكتب ونعمل شويه اجراءات بسيطه كده وتقبض الفلوس بما انك الوريث الوحيد للكبير قوي على حسب استعلاماتنا، مش كده؟ يعني يعني هي استعلاماتكم يعني اكدت يعني ان انا الوريث الوحيد للكبير قوي؟ طبعا. الله ينور الله ينور. بنورك بنورك يا كبير. ايوه انا الوريث الوحيد للكبير قوي، أنا الوريث الوحيد. على خيرة الله. وده كارت خاص في رقم تلفوني وعنوان الشركة. اسمك بهلول. بس مش في اسطنبول. امشي يا خفة امشي، خد تعال هنا، خد تعال. وأنت برا ما تبقاش ترغي مع الناس. ليه؟ مش عشان حاجة، العين قدك ده وعفسه. ماشي يا كبير. توكل. فمن الله. اسم بهلول. بهلول. الأهالي بتسمي الأولاد يعني عشان يوصل لك ده. ليه يا فزاع؟ ما هو جوني خذ العمودية وخذ فلوس حلوة مش وحشة. وأنا الفلوس دي مش هاخدها لي يعني، أنا يعني حدسها له بس يكبر وينضج ويعرف يصرفها. تعرف الواد ده لو خد الفلوس يعمل بيها ايه؟ هيصرفها في الهفق ويصرفها في تبال اهلك من اساسه. بكلمك ليه انا؟ يقول ورشي انا جنابي. خد تعال خد تعال. جبت لي الفيلم بتاع افاتار اللي عايز اسهر عليه. كيف ما جنابك امرت، رحت الواد شميس بتاع نادي الفيديو وقلت له الكبير هيقول لك عاوز افاتار. لقيناه بس ما لقيناهش النظاره. وجنابك قلت لي ما تجيبوش الا ومعاه النظاره السريديه. ربنا ما بيديش كل حاجة يا ولدي. بس الواد شميس عطاني التي في دي تي وقال لي الفيلم ده هيعجب الكبير. نوعيته ايه الفيلم ده؟ ما خبرش، كان اسمه هيخربط في بالي. هيقول لك سيف اوف. سيف اوف؟ ده يبقى حربي. ليه يا كبير؟ ده بتاع شنطة رفولتا الرقاص. جايب لي فيلم رقص اسهر عليه؟ طب كنت جبت شرقي يا اخي. ليه يا كبير؟ الواد شميس هيقول لي جلابك ده مليان اكشن وطح. هيبقى زين زين. خذ ياد حسك عينك، حد يعرف اللي حصل هنا؟ فاهم؟ أمر جنابك. إيه ياد النظرات دي ياد؟ أبى أصوت لك عينيك، خور من وشك. جوني. جوني مورنينج مان. شكلك لسه ما فوتش.
وفي ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. انت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ انا الكبير. لا انا الكبير. انت جوني. بص على التاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل لكون مكسر الدوار ده كلات على نفوخك. Calm down جوني، calm down. الامور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى كيف؟ عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني مين ابن الكلب اللي عمل فينا كده؟ واتش يور ماوث مان. انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو وشتك كيف يا ولد ابوي؟ So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عملية مشهورة جدا، اسهل من عملية اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا. هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هادف عندك. لو خطيت خطوة واحدة هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. So what؟ ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه. يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسك يا فزاع. يا دي ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسك يا فزاع تقوم مصدق؟ اتشهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هدية بعد هدية هدية جوني. سيب الفرفر ده ربنا يهديك. بعد يا بنت خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعدي. لا لا جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلزقيش فيها كده. امسك يا فزاع. يا دي بتهبل يا دي اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوقتي. ما امسك يا فزاع. تعال يا جوني بيه. استهدي بالله امال. بعد تعال معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل. ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدامي يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قاعده تحلو قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يا ده انت قوه، ده خواجه جاي سياحه. سيبوني انا. وانت مين اسم الله على مقامك؟ انا اللي هاخدك وافسحك في الزنزانه. وانت اسمك ايه يا عاد؟ انا الهرم. والله شكلي اعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطه؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل. واصل. قسما عظمة، اللي هينزل فيكو يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي اسقفلي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام. خلصي. عادي يا سيدي الناس. مين؟
يلا هندس يلا نهرب يلا نهرب انتوا اللي بعدكم جوني ايه يا جوني مالك في ايه صح اني جوني يلا يلا قوم 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 يا جوني اول مره بوجي لا انا مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شدد الحراسه على الدوار ولسه لما يعرف انك كريم يا جماعه ما هو ما ينفعش ايه ده امبوسيبل 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 لازم لازم ادخل الدوار دوار ايه دوار ايه يا سيدوني الكبير خلاص حطك في دماغه ورجالته لو شافوك هيطخوك طوالي نهوي لازم ادخل الدوار ايه ده انت جننت انت مش سامع حد بيقول لك ايه طب بلاش مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها عادي جوني don't be stupid انت بتقول مين ستوبد بتقول مين ستوبد صلى على النبي في ايه صلى على النبي في ايه سيدوني في ايه ما بينفعش يقول ستوبد معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك قول له ستوبد ليه طار قول له سوري جوني سوري بجد انا ما تزعلش مني بس بجد الموقف بقى خطر انا عايز افهم حاجه انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه يا جماعه ما هو جوني جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي يعني معايا الباسبور بتاعي اسافر اركب الطياره ازاي هاو صح طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي I have فكره بالانجليزي idea توماس يا اشرف افتح افتح اليوم الباب هنداوي ركز ها ايه اللي انتوا شايلينه ده وداخلين بيه فين دي سدادة سدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها؟ وخلصت فدي ابنها عدي عدي سني خلاص إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا هقول لك هدية أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوح يا هديرة أنا الكبير الكبير؟ ويا اللي دخلك جوا السجادة؟ عم باخد شاور هنهزر وفكيني الأول وأحكي لك على كل حاجة كحرتيني يا بنت كحرتيني ماشي بسم الله الرحمن الرحيم على مهلي كحرتيني يا مري اكتمي يا بنت اكتمي أنا الكبير اللي معاك في الدوار ده يبقى جوني من تحل شخصيتي اعمل لي عملية نقل وش فيس اوف تعرف ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا مؤاخذة يا ليش؟ يا بقرة والله العظيم انا الكبير يا بنت انا الكبير طب شوفي انا حسيبك واسأليني عن اي تفاصيل شخصية بيني وبينك اذا جاوبتك غلط صرخ ولم علي الناس خلاص؟ ها طب انا اسمه امي ايه؟ شموع طب اكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدرية السيد طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة تعطي جريدك شكني سلك ماشي
طب احنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا تاريخ جواز شفت عاد اكتم يا بت. اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وابوكي كلاوي بوزه عشان الجماعه بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا. قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يصور شيء. اقول لك على مره تاني لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود. عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقه. حتى في الاخر جبنا الواد صبي الغزيه والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح، بس انا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عمليه نقل وش؟ انا اسمع النقل دم، نقل كبد، انما نقل وش؟ اللي حصل عادي هديه. افتح يا هديه. انا عمري خبط عليك الباب يا هديه. انت يا هديره يا باقره. طب الدهره انت دلوقتي الدهره. يلا يا بيت. باه بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير ما كنتش سامع حقك علي. كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبدا، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بوصة فتخلعت. أو ماي جود. أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي أنا جبتها عشان كنت عاوز أغير الدكور. اوكي ماشي انا نازل اندلع نازل اندلع. لو عوزتي اي حاجه مني اديني مستكول وانا هقابلك في نهول. بقول لك يا كبير، ها مش انا وانا بقلب في الدولاب النهارده لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت اتفرج عليه. اوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقى سيبه لي عشان اتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوه يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هديه؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. اتاريه كل شويه اشوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحده الصحيه. دكتور ربيع؟ حرام عليك كفايه كده. هانت فضل لك حقنه كمان وتبقى قفلت ال 12. ابو سيدك كفايه كده. اضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. ابوس رجلك كفايه حوان. شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك يا كبير. يعني انت معترف ان الكبير؟ ايوه ايوه والمصحف الشريف انت الكبير. انا معترف. شوف انت عايز ايه وانا عنيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العمليه وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وش في علبه. عنيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب نزرب. اسمع انت تخليك هنا وعاك تتحرك. انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا بقصدش بقصدش، انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تحت والجناه يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. على العموم ما تخافش سيب موضوع الدخول ده عليا انا. عندك
دول سدتين كانوا بيتنصر. انا سالتك لوك ات مي، بص لي شوف لي، انا سالتك نزل السجاجيد، نزل السجاجيد، نزل افرد افرد، ما انت هتشوف ال ويل ويل ويل، ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ او ماي جاد دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ اشرف ودي الكلابيب دول على الاوفيس المكتب، وسيب لي جوني. انا بحملك المسؤولية كاملة يا عم. اتنين ايه ده؟ فيزو شكله هيتغابى او هيتشقى، روح ثبته ثبته. ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجادة؟ فاكر شغل الأطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده أنا الكبير. أنت خابر زين إن أنا الكبير، وحفضل طول عمري الكبير. طول عمري، ربنا يديك طولة العمر، للأسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف موته. أشرف تجنيت ولا إيه؟ هتخري، أنا الكبير يا أشرف. اللود موت، عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف. مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم. والله العظيم يا دخو، أنت الكلب بسبب كل المصايب دي. يا مري، هتخلص على مين يا كبير؟ تتكلمك ده ليه ياد؟ أنت مين؟ أنا مرتك هدية. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع فينيش هيم. امر جنابك. اعوذ بالله شو تظهر دي، اعوذ بالله شو تظهر. يا نبي يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا فزاع. ايه يا كبير؟ ها جاي. ها الله يخرب بيتك يا طرف ولدي. يا فزاع جاي. ها يا كبير. امن جنابك. انت فزاع ولا هديه؟ العفو يا كبير، فزاع. انطق انطق. امر جنابك. فزاع فزاع. في ايه؟ اسمع، عاوزك تروح لجوني صحيح من النوم، عندنا ميعاد مهم في البورصه، خايف نعوق على الناس. يا مين بالله، انا قلت قلبي جنبك الابيض، ما حيطوعكش تسرق اخوك. تسرق اخوك؟ يلا يا جحش يا ابن ال... يا خبر ابيض، ده كان حلم صايع جدي. اهدي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الخير يا هدية. صباح الخير جوني. جوني جوني. نعم. ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانية عشان اشوف حاجة على النت؟ لا لا مش ممكن يا جوني، هعملها بسرعة. انا قاعد على النت، انا قاعد على النت. الرخامة دي. جوني جوني، بقول لك ايه، النبي اديني اللابتوب بتاعك بس ثواني، عشان اللابتوب بتاعي مهنك، فعايز اشوف حاجة. حلف عينك لما شفته في ايدي زي امبارح، برضه شفتني باكل موزة هتغير طعم بوقي. مش هديك حاجة، انا قاعد على النت يعني قاعد على النت. لا خلاص ما خلص، خده. يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق. لا انتوا متفقين عليا يا جماعه، انتوا متفقين على هديه، انت مش لسه برواق امبارح؟ هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق؟ لا بسميهم ترويق. اديني بس دقيقه هتشكل ميل البريد الالكتروني بتاعي، بعد كده هطلع فوق. ماشي. او ماي جاد، نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت يا توماس، نجحت يا اشلي. هو النجح في سنه كام ده؟ هو لسه بيتعلم؟ طب جوني قول لنا، انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك؟ قبل ما نيجي المزاريطة كان في مسابقة في أمريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2. واو. قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجاس وقت. لا 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 لا، ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2.
يعني مش قوي كده، هما نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا. ايه يا جوني ده؟ ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم؟ يا ابني ما تبقاش كئيب ومحبط، انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي؟ زربيح. نقوا من الزربيح ده كله 10 وانا منهم، يبقى فرصتي ايه كبيره. بس انت عارف في مشكله. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخيط دي؟ إيه ما مش فاهمك بصراحه، يعني ايه المشكله لما اروح واجي؟ احلق حاجه زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشاهدين هنا وتبعت لهم على الدي في ديز او ده اسمه فاتي بقى، انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي هتخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني في ايه؟ يعني ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك وتايتانيك 2. يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقول تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عندي لي 3 ايام اروح في مناخيري وما طيقش نفسي وما نكسرش لبت وعجل، هتقوم ولا او ماي جاد. هديه مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. امال يا دكتور عندي ايه؟ ايه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات. وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذه يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي لسه، بعدين في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك بقالك نص ساعه عم تكشف عليها بالسماعه. يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت، الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصل لها حاجة أو ما حصلهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. سلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيراً وددت. مبروك يا أم الواد. إيش معنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركة. بيني وبينك أنا معوز يعمل حكاية الصنان اللي هيقول عليها البشمهندس ده، كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي أنت بالسلامة. يسلمك يا كبير. مين؟ أنا جوني. تعال يا جوني، تعال أقول لك. ألف مبروك يا كبير، ألف مبروك يا هدية. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، أنت الحق تعرف هي يعني فيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل. من قلبي ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ولد ابوي. ها فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. طيستو إيه يا عم أنت وبرخصة إيه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده. العترة الكبير الكبير قوي، شايف القفلة؟ ولو بنت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا أخويا أنا هسمي عيالي أسماء حديثة، يعني لو واد هسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بنت هسميها نانيس. So weird. ربنا يكون في عون الأطفال دي. يا جماعة دول أحباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني إيه نانيس أصلاً؟ أنتوا مش عارفين يعني إيه بتقلدوا خلاص. هاتوا حاجة مبتكرة، مفيش منها كتير، يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحة فين يا بت؟ عشطانة هقوم اشرب. يا بت انت بقرة يا بت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تتحركيش من السرير واصل؟ عاوزة أي حاجة قولي لي، أنا أروح أجيبها لك وأجي. عشطانة؟ قولي لي، عايز أشرب مي. أروح أجيب لك مي. يا أخينا، في حاجة؟ دي غرفة نوم، دي جاي تحلق. أحلى إيه يا عم؟ أنا بس متأثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حني، يلا يا حني، يلا يلا. والله وحتبقى دادي.
ماي جاد او ماي جاد ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقه التمثيل بتوع امريكا بعتوا لي ايميل موافقين. لا يا راجل شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا ايه قالوا ايه؟ قالوا لي ممكن ابعت الدي في دي ماكسيمم شهرين. طب بيس جدا شهرين ده وقت كافي قوي. احنا عايزين نالف مشاهدين بقى جامدين جدي حاجة اللي بتبين الهيرو عارف عشان يتوهموا بيا قبل ما اروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقة من اللي هو ده بس هتعمله انت بحبل طبعا هتشدني بحبل عشان موهاش وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان اللي هو سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى الالف مشاهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا يعني اتنقل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي احب القصص والتاليف والاخراج وال تصدق معاك حق انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضه بقول لك انت بالنسبه لي فيك يعني مفقوس. انا عارف انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص انا فاهم كل حاجه بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش متصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره ما هو اللي يلقى دلع وما يتدلعش. يا داي انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا اخفيها. اها اها ادي الهدوم اها وادي ريحه السجاير ها روح يا ريحه. واه اقدر هتجيب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه هذه العبايه اها قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول إن الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك إن الوحدة إن تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنا. قولي لي صح انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبهولك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه فك يلا ريلاكس نفس برو. ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اوستا اقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا المواطن المصري الاصيل ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه في دراما في الموضوع يعني في 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 تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره حاسس انه مش اوريجينال يعني سمعه قبل كده شايفه. شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته يعني انت لما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك مين دي؟ دي الغزية بتاعت الموالد قمر الزمان. يا
دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ إيه يا معلم، دي انجي اللي هي بنت الباشا، بطلة المشهد. دي بنت بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نور يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي يعني لازم يتصدق، دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوه بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوه. بص بقى، انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود، دي جايه علينا. تكون سمعتني عادي يعني، ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا عمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش، مش عايز اهرش، اهرش ليه؟ ابي بالالمانيا يعني. كلميني عربي. طب عربك بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص 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 يا زوني، خلاص. ايه 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 يا 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 خلاص خلاص، معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هي اعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كات. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بقى فترة مش شافتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم، اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مرة من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه وانيل ايه وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جاية مدرسة، بقول لك ايه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش، جوني جوني. مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي. يلا. اوكي. جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روحي مكانك يا ست عمر. عمر ايه؟ عمر ايه؟ عمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها؟ ثانية واحدة. اوكي. انا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعده النهارده من الفجر جدع مستنياك، والاخويه اللي بيني وبينك انا كل يوم بستناك هنا في الجنينه. ام سو سوري حبيبتي، بقالي 3 ويكس ما خدتش اجازه، عندي امتحانات ميد تيرم وما ذاكرتش حاجه. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك واشوفك لاوه، بس مش عارفه لا علي كده يعني، انا ما كنتش مصدقه ان انا هبقى مدلوقه عليك وابقى عايزه اشوفك على طول. ايه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغدني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه، بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه، لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك. باجمل عيد شرطه عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. لا 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 بوسه ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج. خدي دي.
Oh my God, I'm bleeding, Anuj. الخبوات يعني انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص أنوج أنوج خلاص، هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيلت ايه؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر، انا كنت قاصد، وده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم. سيبك منه، الواد ده شكله بيهالفت، شكله مبرشم، انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشارب ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيله في غباوتك، تصدق واد علي انت غبي؟ تكنيله في اللي ربوك، اخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظابط. لفوق الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني. اه نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه، نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها. انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك وارط، انا راجل مشغول، عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير، تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويره تبقى اكبر، لان الهدف هيبقى اسهل واكبر. كات هاي يا فزاع. فزاع ايه يا حيوان؟ ده مش الشوريل بتاعي، ده ممثل تاني فيه، وبعدين في جمله كلها ايه 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 الهدف هيبقى اكبر. هتهزر هتهزر، بعدين اصل المشهد كله انا مش مقتنع بيه، ايه اللي بيحصل ده؟ انت متخيل الشريط زي ده لو وقع تحت ايد مخرج زي جيمس كاميرون؟ ايه 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 الرياكشن بتاعه؟ جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج يا ابني، انت المهم عندي، يعني انا ببروزك. انت شكلك هتلبسني في حيطه، مش ممكن. جوني اهدى، في ايه؟ هتظبط. بقول لك يا اخويا، هي الليله الغبره بتاعتكم دي ما فيهاش طفح. اه معقوله يا اشلي؟ طب قولي لي يا ست الكل، عايز تاكلي ايه على البريك؟ هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش. غير ها؟ غير هدوم. ده ماله ده؟ عادي يا ست، السوشي اللي نفسك فيه. لفيت النجوع نجع نجع عديل يومين لحد ما لقيته. ايه ده؟ هو ريحته عاملة كده ليه؟ ما طبيعي يا بت، هو مصنوع من ايه اساسا؟ ده مصنوع من عجينة الجيلي فيش، وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخلية، وده معمول بمدعوق البحر. لا يا اخويا انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده. يعني ايه ما عاوزاش تاكل من ايه؟ طالع عيني عشان اجيبه. يعني خسارة فيها يا كبير؟ مش مسألة خسارة يا هدية، بس لازم تاكل اي حاجة، اكده عفش عليك وعلى البيبي. ايوه بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني، مش هقدر اكل منيه. معلش معلش، هو ريحته زفرة بس طعمه زين، شوفي. ها شفت؟ اديك ما استحملتش تحط دنشة في خشمك اها. ما هي هدية لازم تاكل اي حاجة، اي حاجة، ان شاء الله لحسة ركفور. طب اقول لك انا نفسي في ايه؟ ها ولا بلاش؟ ايه الهبل دي، ما تنطق يا ولية، طلعت عيني. أنا عاوزة ملوحة. ليه ملوحة؟ ليه ملوحة؟ الزوج يرحم يا شيخة. ونعمل إيه يا كبير؟ نفسي جابتني عليها. حاضر، ما أنا لازم أجيب لك، بدل ما الواد يطلع لي زعنوفة في. السلام عليكم. استنى شيل البتعة ده من هنا. أرش سكر وأدي الفزاعة على إنه بسبوسة. فيليب أوغوست، مالك فرنسا. قائد الجيوش الفرنسية. كارل دي مونفرا. آرثر. روبرت ديك أوف لاندرز. ويليام برنس أوف سواك. هاري دو شامباين. روبرت ديك أوف ليستر. حامل الدرع الذهبي من أليكسي الثاني إمبراطور بيزنطيا. أوه أوه ماي جاد. مش ممكن، تحفة. تجنن. هو ده اللي كنت عايزه. بس مش عارف، حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا. إيه الشخصية بالظبط؟ بص يا معلم، الشخصية بتاعتنا دي شخصية هي من وحي خيالي طبعا، بداعي الخاص يعني، وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي. عماد الدين الأليوبي، أوكي. المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية. بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة، على السلام، على شفته؟ بص اكيد شفته، شفته فيلم، شفته وانا قاعد في حته، شفته. لا يا معلم صدقني انا واثق. صدقني انت بيتهيألك دي بي دي حاجه، ده ابداع خاص يا جوني، في ايه؟ ميبي ميبي. طب بص، بعيدا عن الكلام ده عايزك في موضوع تعالى. اه طب اتفضل. بص اسالني في اي حاجه انا معاك. يعني انا مش هسالك مين دول ولا انت جبتهم منين، انا هسالك سؤال واحد. تعالى يا حاج،
مين ده؟ ده كبير فرسان المعبد. كبير دي بالمقام مش بالسن. اتفضل يا حاج. هو اسف. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. وايه ده؟ مين ده؟ تعالى يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخياله. ده هتصوره بيركب حصان ازاي؟ هتخرجها ازاي؟ قول لي. جرايه جوني في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الحناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي، انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ اه جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذه. اوكي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا تعالوا وراي. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن. مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. رد الوحيد على شخص زي ده نحن نبعت له جتة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريء. حاجه عجيبه. ما يجيبش معاه رجاله تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الاسد ملك انكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب اغسطس. ابقى ملك ايه؟ ملك فرنسا. ما انا قلت جومابيل. فرشين يا جميله الجميلات. ارمله وجايه في اي مصلحه. كوناردي دي مونفرات ملك المانيا. ويلد روبرت فروم ايرلندا. والحق اريود اوف رندا. اكسكيوز مي اخر حته اوف رياندا. معانا وربك اوفر ديو حارس الدرع الزاد امبراطور في الدلتا قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد. اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت. انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عماد لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم اوكي بالنسبة لي قشطة موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبتحركوا على الميل. انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب. انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا. دراعي يا ولية انت بتسخريهم ليه؟ ريتشارد انا بكلمك انت ما دخلش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب سوات. انت بقى اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال. احنا ما احناش قلائل. احنا هندشملك انت واللي معاك كلياتكم. سو فاني. يو نو وات هيتني. انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب. الحرب 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 دي الحرب الحرب بتصور ايه؟ بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش، اتفضل خش المعركة. ده مشهد؟ ده سلطة بلدي، بعدين أنا البطل، بتصورني من ظهري؟ جوني، أنا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي. بتاع ايه؟ أيوه بتاع عليا ويكا. صورتك من وشك، المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي، جوني. طب البتاع اللي أنت بتعمله ده كله هتخلصه إمتى؟ احنا المفروض نسلم بكرة بالليل آخر ميعاد. أنا بكرة بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج، وقولي الأول، أنت إمتى النتيجة؟ بعد ست شهور تقريبا. اوكي ده لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد.
عايز اقول لك على حاجه. فزاع مقطعك في المشهد ده، موت ثلاثة لغايه دلوقتي. جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت فزاع نفسه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة طلبتيها جبتها. الفراخ جبتها شمرت؟ جبت الفروج شمرت. والبط والحمام؟ جبت كل الطير وديت الفزاعة يدبح فيه وينظفه. وجبت المغات؟ يا بنت جبت 10 كيلو، جبت كل اللي طلبتيه مني. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فرحان قوي. يعني عم تاكلي وما عارفين شو يسدوكي. واه ايه يا كبير؟ هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت. بس يعني اللي يشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف اكل الزرزوره، ما عايزاش تاكله خالص. بس دلوق بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. ابوكي ابوكي اللي زكيني العاكر خامس مره يتصل بي يسال على العنوان، مع انه جهنه ولا 100 مره قبل كده. معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك، ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقى بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيه على الآخر. يا حاج درديري أنا مين إيه يا حاج درديري؟ أنت اللي متصل. أنا الكبير يا حاج الكبير، جوز بنتك هدية. يا حاج أنا يا حاج أنا قايل لك العنوان يا جي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ هتلقى جامع، هتلقى جامع. تمام. بعد الجامع ده بحر. خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر. بعدين تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار. زين؟ وعليكم السلام، وعليكم السلام. ايه؟ أنا كبير جيت بنتك يا حاج. تبي إنه أبقى مرة طافح. إيه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط يعني، هتتاخر ربع ساعه 10 دقايق كده. طب ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم؟ جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياعه. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. تعالى مكان، تعالى مكان، انت توتر شويه، انا تعبت. تعالى مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه يا ست؟ لا اللابتوب هنج يا اخي. اتنيل عملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني، الكلام ده في ايه؟ يا نهار اسود. ايه ناقصه؟ ايه ناقصه؟ هات هات يا عم، انا غلطان اللي اديتهولك. اوه ماي جاد. ايه ايه في ايه؟ ايوه يا حاج درديري، ترى على شمالك حلو قوي، خليك مكمل طوالي، هو الدوار اللي في وشك ده. ماشي، سلام عليكم. يا كبير كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه. المسابقة عدم المؤاخذة الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج الزرديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك؟ أنا الكبير يا حاج. جوز بنتك! حلو قوي، لقيت تمثال وقف عندي، هو ده الدوار. ايوه شايفه شايفه شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي. شايفه؟ يلا يلا يلا. ايه ده؟ يعني من المؤاخذة يا اخوي، قول لي جيس وات؟ قبلوني في المسابقة، حبقى بطل تايتانيك 2. صح صح، ألف مبروك. الله يبارك فيك. وحتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكرة بالليل. باه يعني ما تحضرش الولادة ولا ايه؟ الدكتور قال ان هديه حتولد الاسبوع ده. طب انت حترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة افتح الراجل المخبل ده واجيلك. السلام عليكم. حج درديري والكبير قاعد هنا. اهلا 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 يا حج درديري، نورت الدار. الحمد لله على سلامك. الله يسلمك. عامل كيف انت وعيالك؟ عليه يا حج، وانا لسه خلفت.
لا إن شاء الله بكرة تخلف، بس ربنا يرزقك ببت الحلال. حاج درديري أنا جوز بتك. بتي؟ بتي إنهي؟ هدية. هدية. معلش يا ابن قصي، بقالي ثلاث ساعات تايه في السكة لما نفوخي ورم. والراجل الحمار اللي كان قاعد يوصف لي السكة في التلفون معرفش يدلني على الطريق خالص. حمار ايه يا حاج الدرديري؟ انا ما علينا يا حاج، تعال ما اعرفك. جوني ده يبقى الحاج الدرديري ابو هديه. بجد والله؟ وصاف ما وده عارفه سهير شلبي. وحشانة يا ستي وحشانة، من ساعة تاكسي السهرة ما شفناكيش، انت فين؟ معلش اصلي بعت التاكسي وهجيب توك توك. هو ايه النظام؟ ماله ده؟ سهير ايه بس يا حاج؟ سهير ايه؟ ده اخويا جوني، اخويا التوأم. سبحان الله، فولة واتقسمت نصين. هو بسموك ايه ده؟ بسموك ايه بس؟ اطلع يا حاج، اطلع فوق اطمن على بنتك. بنتي؟ مالها؟ جرالها حاجة؟ بنتك حامل وعلى وش ولادة. حامل؟ بنتي حامل؟ يا مصيبتي، مين السافل اللي عمل فيها كده؟ هو نفس الحمار اللي كان عمي يوصف لك الطريق. اطلع يا حاج. ايوه ما انا لازم اطلع، لازم اعرف منها كل حاجة، لازم اغسل عاري بيدي. اطلع اغسل، اطلع اغسل فوق، اول اوضة على اليمين، يلا يلا فوق. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا ازاي سابينه كده؟ طب ما تودوه دكتور. جبت البعيدة، ما احنا وديناه الدكتور، امال وديناه العارفين. ثانية واحدة يا جوني. بتكلم مين يا حاج انت؟ انا عارف واحد رجل قاعد يرن لي، ما خبرش عايز يهدي. يا دي المرار الطافح. انا يا حاج، انا اللي عم برن لك. وبترن لي ليه؟ عايز حاجة؟ بناخشك، بدلع عليك، اطلع يا حاج عاد. اطلع اعمل ايه؟ تغسل عارك. ايوه اغسل. فيري ويرد. دي راحت منه يا معلم وشكلها مش راجعه تاني. خليك منه، اقعد. ايه موضوع سفر امريكا ده؟ زي ما قلت لك يا كبير، لازم اروح امريكا وشكلي مش راجع تاني. ليه؟ موضوع التمثيل ده شكله هيظبط هناك يا معلم. بعد ما اعمل فيلم تايتانيك 2 اكيد مش هبطل اعمل افلام. اديك شايف ليوناردو دي كابريو بعد تايتانيك 1 ما عادش في البيت، قاعد ينحت السوق كله. على قولتك تلقاها في كل حاجة، ما في كل حاجة. طب وبعدين؟ هتسيب البلد تضرب تقلب كده؟ انت نسيت ان انت العمدة؟ البركة فيك انت يا برو، انا قررت ان اتنازل لك عن العمودية. سيبك من موضوع العمودية ده، ود اخوك اللي هيتولد ده مش هتشوفه؟ ولا مش فارقة معاك؟ ازاي مش فارقة معايا؟ ده انا هموت واشوفه، بس يعني لازم اكون في امريكا بعد بكرة عشان نمضي العقد. والعقد ده هيطير، بتقول لهم هتقعد يومين ثلاثة لحد ما البت تولد. مش هيستنوني يا كبير، بعدين بصراحة أنا خايف يعني لو اتأخرت عليهم يدوا الدور لحد تاني، ممكن جدا يدوا الدور لروبرت دينيرو ولا الباتشينو. بعدين أنت ما ترضاش فرصة زي كده تضيع عليا صح؟ لا ما أرضاهالكش. شوف مصلحتك فين وتوكل على الله. لو مصلحتك في السفر سافر يا ود. منور والله يا بوي، وانت عامل ايه دلوقتي وصحتك عامله ايه؟ نحمد الله يا بدي. وهنادي اخبارها ايه؟ هنادي 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 مين؟ هنادي اختي بنتك يا بوي. اي وي 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 ما انت عارفه عاد الدنيا تلاهي، وفين وفين اما نشوفوها. واه فين وفين اما نشوفوها؟ كيف يا بوي؟ هنادي دي اللي قاعده معاك. لا هنادي اللي قاعده معي، اللي قاعده معي الصغيره. ما الصغيره هي هنادي يا قعم رب ربك. ده انا طول عمري بقول لها يا هند. هند مين يا بوي؟ اللي قاعده معاك الصغيره دي هي هنادي. الله، امال الهند دي الناهي؟ هند دي اللي اتجوزت وقاعده في اسيوط. الله، اللي قاعده في اسيوط دي مش هدية؟ يا مراري. خليه يخش. هو مين ده؟ مراري. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا اهلا. ازيك يا مراري؟ ايه اتفضل اتفضل اقعد، ثواني انزل اندهلك الكبير. يا ريت، انا لسه كنت حفتحك في الموضوع ده، ده انا عايزه ضروري. شوف انت هتلقاه فين؟ بعيد عن الدوار بكيلو عند الترعه. امر جنابك يا كبير، مراري مزنوق فيك، عايزك ضروري. لا حول ولا قوة إلا بالله.
أبوك ده حيجيب لي لطفة اليومين اللي قاعدين بحضانة. معلش يا كبير، خده على قد عقله. أخذ على قد عقله أكثر من كده إيه؟ معلش، أنت الكبير برضك. والكبير هيلقاها منين ولا منين؟ مالك يا كبير؟ نزلوني كسب في مسابقة التمثيل بتاعة أمريكا دي. أمانة صح؟ هيمثل خلاص؟ إيه. طب وإيه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ وقال لي إنه هيسافر ما معودش. ما معودش؟ ليه؟ لازم يقعد جهر شغله. طب وهيسافر متى؟ بكرة عشية طيارتها تطلع من مصر. ما هيستناش المولد؟ بلا ما أخزي، هو الكبير قاعد هنا؟ أيوة يا حاج، أنا جاي لك. أمرني. بقى يا راجل أنت قاعد هنا وأنا قالب الدنيا عليك برا. خير؟ فيه راجل قه كده سأل عليك، اسمه مراري. وهو فين دلوك؟ أنا سايبه قاعد فوق مع هدية. طبعاً إذنك يا هدية، ما روح أشوف الراجل اللي قاعد معاك. يلا يا حج، يلا حج، أوديك الملاهي نلعب التويستر. من دي؟ إيه هنانانانانانديه. تحب على يدك. يلا يا حج، يلا. جوني، انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش هتحضر حاجتك ولا ايه؟ اه ابا حضرها، حضرها. طب يلا دلوقتي عشان بكره ما تبقاش مستربع وانت بتباك. وانا ايه؟ بتباك؟ لا لا، ما تقلقش، ما يعني هتصرف، هحضر حاجات. جوني، في ايه؟ مفيش. جوني، في ايه؟ بص انا بصراحه يعني مش عارف، ما كنتش متخيل اني ابقى متضايق كده وانا مسافر واسيب البلد كده. خلاص مش هشوف الكبير تاني ولا هدية، حتى البيبي اللي مولود جديد ده مش هشوفه. يا معلم، هما اكيد هيبعتوا لك صورته على النت وتشوفه وتفرح بيه وكل حاجه. يعني النت مش زي الحقيقه برضو، مش هبقى شفته في الحقيقه. بعدين في حاجه مأثره فيا قوي، الكبير كان متضايق قوي انا مسافر. متضايق ايه وبتاع يا معلم؟ انت هتمشي من هنا والكبير هيرجع للعموديه تاني وكل حاجه تبقى زي الفل، هيزعل منك ليه يعني؟ انا حسيتها، كان متضايق قوي اني مسافر، وبعدين ما كانش فارق معاه خالص حكايه العموديه. طب ما هو لو الكلام كده بقى يبقى اكيد الكبير هيبقى فرحان جدا ان انت هتروح وتحقق حلمك وتبقى نجم ومشهور. بص انا وعدك انك اول ما تنزل امريكا هتنسى كل الحوارات دي بالظبط زي ما كنا جايين. انت مش كنت زعلان انك سايب امريكا وجاي على هنا؟ يا ماشي ماشي. انا بص انا كده كده شويه كده وافك يعني. لا يلا تشير ابي. يلا بص انت امشي بس، سيبني في حالي كده وانا افك لوحدي. جوني تشير ابي. ايه؟ يلا هتوقعني يا ابني. ايه؟ في حد يفك حد كده؟ انت مجنون. ام سوري. امشي 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 يا توماس امشي. اوكي ام سوري. هيرب فصلني من الموت، فصلني من الموت. بروح حتة تانية أزعل فيها. خش. هدية، إزيك؟ How are you doing؟ الحمد لله، نحمد ربنا. إحنا كنا جايين عشان نسلم عليكي، توحشينا قوي يا هدية. وانتي كمان يا حبيبتي، هنتوحشوكي اكتر. طب مستعجلين كده ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا الاول. معلش بقى يا هديه، لازم نروح كايرو دلوقتي عشان نلحق ميعاد الطياره. طيب توصلوا بالسلامه ان شاء الله. والله هنتوحشوك يا سي توماس. ايه ده بجد؟ يو تو يا هديه بجد، انتي كمان هتوحشيني. هديه عايز اطلب منك طلب، بليز نفذهولي. اول ما تخلفي الواد عايزك تصوريهولي، بس بكاميرا تكون على الاقل 21 ميجا بكسل، بلاش كاميرا الموبايل الحقيره، بتطلع شكله غريب من اخيره عامله كده. وابعتيها لي على الميل بتاعي blondie@hotmail.com. ما هو باين انك ملهوف قوي عشان تشوفه. طب اعمل ايه يا هديه؟ اعمل ايه؟ مش بايدي والله، اكل العيش مزز. لا يا اخويا سافر، احنا برضك نحب لك الخير، بس ابقى اسال علينا يا سي جوني، ودنا لو حتى بالتلفون. تلفون ايه يا هديه؟ ما الدنيا اتطورت خلاص يا حبيبتي، دلوقتي في ويب كام، في سكايب.
بليز بليز ما تخليش الكبير يسميه الاسم الغريب اللي عايز يسميه له ده. العترة الكبير الكبير قوي، الواد هيطلع مشوش يعني، العيلة مش ناقصة فريكس. حاضر يا سي جوني. هدية ابقى ادعي لي. ربنا يكرمك وينجح لك المقاصد قادر يا كريم يا جوني يا ابن الحجة سمنتك. هتوحشيني قوي. وانتو كمان. يلا عاد اتكلوا على الله لحسن انا دمعتي قريبة وما هستحملش العجل دي. مي تو. I'm so sensitive. سلام عليكم. ايه ده؟ هما السياح دول جم منين؟ ويلكم ويلكم زيزيز هدية بنتي وزيزيز ابوها. دول مش سواح يا ابوي، مش سواح. مش سواح كيف؟ يا سواح ايه ده؟ كفايه البغبغاني الزنجباري دي، ده ما فيش منه في مصر خالص. انا قلبت الدنيا عليه النوع دي. قطع معاك كام دي؟ لا ده انا اخدته هديه مع الايبود. هدية. طيب يعني لو فيه منه خلفي ابقى عين لي واحد بس من النوع اللي فين جناحاته. لا ما انا نتفته يا حاج عشان ما يطيرش مني. ايوه ايوه ايوه. تعال يا ابوي تعال اقعد هنا، انت ما اكلتش من الصبح. تعال. واني ما اكلتي؟ لا يا ابوي، وانا بقول مالي هفتن كده ليه؟ يلا انتم مع السلامة الأحسن، لو قعدتوا ما هتخلصوا شيء. جود باي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. باي يا بي. قول يا أبوي، قول يا أبوي أنت ما أكلتش. واني ما أكلتش؟ لا. إيه أنا بقول مالي هفتان. الحمد لله شبعت. خلاص السجون، الشنط نزلت كلها وبره مع الست أشلي وزي توماس. قلبي ما بيستحملش اللحظات دي بقى. والله هتتوحشني قوي يا سجوني. خلاص خلاص يا عم جابر، الطيارة هتفوت يا عم جابر. اهدى يا عم. السلام يا سجوني. ايه نويت خلاص؟ ايوه يا كبير. والله يا اخي يعني بالرغم انك كنت تافه وبارد وقرفنا معاك، بس الدار دي ما يبقى لهاش حس من غيرك. انا ما كنتش اتوقع ابدا انك تبقى زعلان لو انا مشيت. والله ولا انا، بس زي ما تقولي العشره يعني. انت اخويا برضك مهما يكون يا جوني. او ماي جاد انت طلعت سنستف يا كبير. امال انت مفكر ايه؟ احنا يعني لو معاشرين بهيمه كنا هنزعلوا عليها. بص انا اي ثينك انت تقصد حاجه حلوه بس التعبير خانك. انا اقصد يعني ان انت معزتك عندي اكتر من كل البهايم. خلاص خلاص يا كبير. انا بص وصلني الصوره بيرفكت. انا عايز اسالك سؤال، انت من جواك مش زعلان مني؟ شوف انا في الاول كنت زعلان عشان ما تحضرش الولاده ومش هتشوف البيبي، بس يعني ما كرهلكش الخير. انا في ديك الساعه لما تنجح تبقى نجم. يعني اكيد اكيد مش زعلان مني؟ لا ما زعلانش، بس هزعل لو ما سالتش علي. ازاي ما اسالش عليك؟ ده انت اخويا الصغير يا كبير. يعني انا خايف يعني جو التمثيل اللي يخليك تنسى اهلك، تطلع في التلفزيون تقول الفضل يرجع للمخرج والفضل يرجع للمنتج والفضل يرجع للربراب وتنسانا. ما تقلقش انا عمري ما انساك ابدا. تعرف انت هتوحشني جامد جدي، وانت هتوحشني جامد ستي. باي يا كبير. سلام يا ولد ابوي. خلاص بقى يا هدرس. هدرس ريلي الميسيو. اني كمان. ايه ده؟ انت فاهم يعني ايه الميسيو؟
ادرس انا هديك حاجه عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ ايوه ريلي. ادرس اوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل. سو كيوت. هنتشوق ليك يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيك بوك عشان يبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا تقولي عليه. طيب المسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرس. خدني معاك. اهدى 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 ادرس اهدى اهدى. مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري وانا هخش بالشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش. انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس هدرس. لوك تو مي لوك تو مي. انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعة. هتموت يا مجنون. مش مهم. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس هدرس. مفيش راجل بيعيط. تعالى مفيش راجل بيعيط. جود بوي جود بوي. أول ما أوصل أمريكا هبعت لك تذكرة على طول. لو عاصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبة لهم مش هيفهموا ستايلك ده، ساعتها هبعت لك شنطة أكبر وأحط لك فيها كمان زبيب وسداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعة. بجد؟ أنا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو. ألف سلامة يا جوني بيه. ما بحبش بوس الشباب لبعض. بلا مغدة هتوحشني قوي. كنت عاوز من جنابك خدمة صغيرة كده يا جوني بيه. أمرني. يا ريت جنابك أول ما توصل على الولاية المتحدة يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل انا لو الولا هدرس والحاج امي واخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. ما انا خابر لسه ما تصورش. فعاوز جنابك اول ما توصل امريكا تبعت لي 5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس وامي والحاج. ماشي هبعت لك 5 تذاكر. بس انتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في امريكا يعني؟ لا يا امريكا ايه، هو ما هينزلش هنا ولا ايه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنابك تبعت لي 5 تذاكر من الولايات. طيب بص بقى هقول لك على حاجه. انتوا ايه، خدوا ادي 100 جنيه اهي، هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا ايه لا لا ايه لا دي غرسك يا عم. لا ادي معاك. لا تيجي، ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. ادي معاك يا مجنون ده ولا ايه؟ سدوني سدوني. ادي معاك ادي معاك يا سدوني. ادي معاك سدوني. لا سجوني يا سجوني. خلاص عادي يا عم جابر، انت هتقلبها مسلسل تلفزيوني ولا ايه؟ سجوني حيتوحشني قوي كبير. وحشتني كمان. خلاص يا عم جابر خلاص خلاص عاد. قرف ده تعمل ايه؟ يا كبير يا كبير. بلا مؤاخذة لكون جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة. عاوز ايه انت؟ في واحدة قاعدة في الأوضة دي. الأوضة دي بينها الأوضة دي مالها؟ بينها بتولد. بوه هدي ومتصربع كده ليه؟ يا رب يا استر. ما كدريتك وبعباتك. استر يا رب. يا دي الفال الاسود تبكي ليه انت؟ فرحان يا كبير، فرحان اني هشوف ولادك وهشوف احفاد الكبير قوي. وهي دي طريقة تعبير عن الفرح يا راجل انت؟ اه يابا 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 يابا. يابا 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 يابا. يما يما خمرت عقلني. يا رب يا ابو استر يا رب. عندك هي البت اللي بتصرخ جوه دي تكونش عامله عامله ولا بينها سرقه حاجه؟ سرقه حاجه ايه يا حاج؟
انا ناقصك انا كمان. امال بتضربوها ليه؟ عشان احنا زباله واخلاقنا واطيه. دي بنتك يا حاج بتولد. الله، هديه هديه حامل. الحمد لله، يا الف نهار ابيض، يا الف بركه. طب مش تقولوا لي وانا مش ابوها ولا يعني عايزيني اعرف ساعتي ايه زي الغور؟ ما قلت لك يا حاج احنا زباله. هتكلم مين يا حاج؟ هتكلم مين؟ اكلم الكبير جوزه ولازم يعرف. طب قول لي عايز تقول له ايه؟ انا هشوفه كمان شويه. ايوه قول له ان هديه مرته الحمد لله نجحت في الثانويه العامه. قلتم؟ ايوه قلتم. من حاجك؟ ما انت فرحان، هو في حد جدك؟ مبروك يا كبير، الف مبروك. طمنيني، واد ولا بنت؟ بسم الله ما شاء الله، زي القمر يخرب بيت ابوكم. الحمد لله على السلامه يا بقره. اقطعني، قصد اقول الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك يا كبير يا ابو العيال. بس تعرفي العيال دي مش شبهي خالص. مول شبه مين؟ شبه القمر يا قمر. زغردو زغردو يا حبايبي، زغردو جدو جه جدو جه. يا هديه لفين العيال اوكلهم؟ شكلهم جعانين. حتاكلهم ايه يا حاج انت؟ موز. موز ايه يا ابوي اللي هتوكله لهم؟ اقعد يا ابوي اقعد، ريح عشان خاطري. طيب اروح اني اعمل لهم سندوتشات ياخذوهم معاهم وهم رايحين المدرسه. الا زعما في سنه كام دلوقتي؟ دهفة تانية أول ودهفة تانية تالت. اقعد يا حاج ما طلعش عين اللي خلفونا. هاي ألف حمد وشكر ليك يا رب. طلبت منك واد جبت لي تنين. تعرف يا بت العيلة عندينا كلها تقدر بيجيبوا توائم على طول ما عدا جدي جاب هاتريك. مالك يا كبير؟ خلفة الولاد أحسن بكثير من خلفة البنات. سألني أنا عندي سبع بنات وولدين، باين هما ولدين وست بنات لو حسب. أنا عندي أربع بنات وظابط. تعمل إيه يا حاج أنت؟ هو هني نص ممكن؟ لا هني كتزيري. اطلع برا يا حاج، اشرب سجاير برا الدوار لو سمحت. عندك حق، انا اسف. ايوه هطلع انا كمان عشان ايه؟ احضر السندوتشات بتاعت الاولاد عشان زمان الباص بتاع المدرسه جاي عشان ياخدني. ابوك ده في البلاله. سيبك انت، انا الفرحه النهارده ما ساعدنيش. ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويبقوا عزوتك قادر يا كريم. اللهم امين. تفرح بيهم يا هدية، يا أحلى هدية بعتها لي ربنا. تكسفنيش عادي يا كبير. امشي اطلع برا يا راجل يا الأحسن، امشي مالك صار خم النهاردة. ليه يا كبير؟ ده أنا فرحان لك والله. دي خلقة واحد فرحان، أمال لو زعلان هتبقى كيف؟ خلاص خلاص يا كبير، ما حكيش تاني. بس خليني ألفح العيلين دول على كتفي يا كبير. روح خلص عياط الأول ونف وامسح ايدك بويبز وتعال شيلهم. مين اللي هيربيهم غيرك يا راجل يا طيب؟ بر 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 امشي. وقف الباب وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راجل نكد، خميرة نكد. قسما عظما يا جابر لو ما مشيتش دلوقت لاجي مكسر نفوخك. مش انا اللي بخبط يا كبير. امال مين؟ Guess who's back؟ اهدى جوني، انت ما سافرتش اياه. ده اسمه كلام برضه يا كبير. اسافر وما اشوفش ابن اخويا؟ والله فيك الخير يا ود ابوي. You too brother. الحمد لله على السلامة يا هدية. الله يسلمك يا جوني، تعال شوف ولد اخوك. What؟ ولاد؟ No way. انت عملتها برضو يا كبير؟ تو توينز. هما فين ولاد الكلب دول؟ ايه الحمرين دي يا عم انت؟ يا مرحب. الله يخليك. اني ابص للانسان قدامي اعرفه من شخصيته. ربنا يخليك. الملامح والوجه الجميل دي
والمنخار الكبير دي والعظمة دي. الله يكرمك يا عم الحاج. الله يكرمك. لو في حد ياخد لنا صورة معاك كده عشان اتشرف بيها. دي حاجات يعني بسيطة كلها مش مستاهلة. يا راجل عيب ما تتواضعش، سماهم على وجوههم. الله يكرمك يا عم الحاج، ربنا يخليك. داني يعني أنا اللي كان هوني مين؟ جلابك يا عم الحاج درديري. أيوة درديري. أمال الباشا هيبقى مين؟ لا ما أنا بقالي ساعة بقول لجلابك أنا فزاع غفير الكبير. قم في الزعمة في عينيك، هات لي كعب شاي. أمر جنابك. فزاع وغفير، هو الكبير بيشغل روس عنده. صباح ال السلام عليكم. وعليكم، في إيه؟ هو مش ده برضك البيت بتاع الكبير هاو هاو؟ أو ماي جاد، سو كيوت، حلوين قوي ولاد الكلب دول. ما تلم نفسك يا دي، أنت في إيه؟ سوري مان، بهزر معاك. ها؟ ربنا هو بعت لك ولدين عشان ما تتخانقوش مع بعض في تسميتهم، ناوي تسميهم ايه؟ انا هسمي الواد ده هدوني عشان افتكرك وانت مسافر. حلوه منك قوي دي يا كبير بجد. هسمي التاني ايه يا هدايا؟ انت اللي هتسميه يا جوني. لا انا مش مامته، انت اللي مامته، هتسميه ايه؟ لا والله ما حد مسميه غيرك انت. ما هو خلاص البيع احرجني بادبه، هنسميه ايه يعني غير العتره؟ بس على الورق الرسمي بس، في الحقيقه دلعوا اي حاجه تاني، بول، بقلط، حمودة، أي حاجة، أوكي؟ ماشي. يا كبير، فيه واحد مستنيك أنت وجوني تحت. مين ده؟ بيقول إن أخوك. أخويا إيه يا حاج درديري؟ ما أخويا ها؟ ما خبرش عاد، هو مستنيك تحت وخليص. طب ما تيجي يا معلم نشوف عايز إيه ده؟ تعال نشوف. انا بصلاة على النبي اسمي حزلقوم الكبير قوي قوي الكبير قوي قوي، هما اتنين قوي. اخونا؟ الله، انت اخواتي؟ يا ما انت كريم يا رب، يعني عندي اخ اشقر واخ الله، تعرفين احنا ناقصنا اخ صيني واخ اسمر ونبقى كل الانواع. بما اننا بقى اخوات ها؟ يبقى على رأي المثل إذا كنتوا أخوات اتحاسبوا. أنا شاكب راكب بالصلاة على النبي كده بمواصلاتي، هاخد من المراس السولس يعني اللي هو معناه التولت، وهاخد العمودية كمان. ماشي؟ يلا بقى، فين بقى المستندات بقى والكمبيالات والسكات وال ها؟ يا وقع مرابرابا، ده باينا هيبقى مرار طافح.